السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البكالوريا. اليوم باش نشرح بالفلاقي طبعا، والدوكيمون بي دي اف قدامي، والمدرس موجود طبعا في الموقع نتاعي، تنجم تشوفوه في اي وقت. الدرس هو الاتحاد الاوروبي، تكتل اقتصادي قوي، دعائم القوة. باش نشرح الدرس على اربع حلقات، انا اربع فيديوهات، كل فيديو باش نشرح فيه عنصر بالفلاقي طبعا. مقدمة، الاتحاد الاوروبي هذا يا سيدي تكتل اقتصادي يتمتع بقوة انتاجية كبيرة ياسر ومكانة عالمية. انا استندت واعتمدت على جملة من الدعاء، أما البناء الوحدوي والسياسات المشتركة والتنوع مميزات الرصيد البشري، إضافة على البرشة تنظيمات اقتصادية قديمة وعريقة وتتجدد. طبعا المجال الجغرافي متميز وعنده برشة مزايا، وعندهم القدرة أنهم باش يتحكموا فيه ويطوعوه ليهم. لأن الدعاء هي طبعا ما تخلوش من النقائص. فشنو هي خصائص الدعاء هذه، وكيفاش ساهمت في بناء القوة الأوروبية، وما هي وشنو هي الحدود نتاعها. العنصر الأولاني باش نشرحه في الفيديو هذايا هو البناء الأوروبي المشترك. كيفاش بنوا الاتحاد الأوروبي؟ سعي متواصل باش يكتسبوا به القوة. هنا بتقصدوا مش نشرحوا الدعاء التنظيمية. لولا أول عنصر بالأرقام العربية، البناء الأوروبي هذايا أهداف واضحة وبناء تم على عدة مراحل. ألف، التنمية المتضامنة مع بعضهم يعني، واكتساب القوة. زوز أهداف رئيسية باش تكون وتعمل المشروع الأوروبي هذايا. أوروبا كما نعرفوا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية منهارة ومدمرة اقتصاديا، وفقدت معناها الدول بتاعها الدور الريادي الاستعماري الاحتلالي على المستوى العالمي، لصالح طبعا القوى الجديدة الصاعدة في الوقت هذاك، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. فمن المنطق هذايا برزت فكرة أوروبا الموحدة والمضامنة مع بعضها كخيار باش يتعدوا ويتجاوزوا أحقاد الماضي. والحيلولة أنهم دون حصول يعني حرب أوروبية جديدة، وباش يستعيدوا المكان العالمي اللي تضمن مصالح الشعوب الأوروبية. البناء الأوروبي غاياته طبعا سياسية، والأداة نتاعه اقتصادية، تقوم على ربط مصالح الشعوب الأوروبية المتفرقة والمتنوعة وإرساء تضامن متين ودائم بيناتهم. الخريطة هذه تبين البناء المتدرج والتوسع المرحلي للاتحاد الأوروبي من 1957 حتى 2013. كما نعرفه طبعا في 2020 بريطانيا خرجت من الاتحاد بصفة رسمية. تدرج معنا البناء الأوروبي هذايا في ظرف 50 سنة، من مجموعة اقتصادية مشتركة كانت تضم 6 دول مؤسسة عام 1957 من خلال معاهدة روما التأسيسية، ولت معنا سوق موحدة سنة 1993. فبعدها عملوا اتحاد اقتصادي ونقدي بين 1999 و2002 اللي تعمل من خلالها العملة الموحدة اللي هي اليورو. وبالتوازي تدرج طبعا حتى هو عدد الأعضاء، كانوا 6 عام 57 حتى 28 دولة عام 2013، وبعد ولو 27 عام 2020 كما قلنا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد في اتفاقية بريكسيت. تعزز معنا التضامن السياسي بين الدول الأعضاء من خلال توقيع الدستور الأوروبي الجديد 2004. هنا نطرح سؤال بسيط،
27 دولة أوروبية، 27 لغة مختلفة، 27 وأكثر من ديانة ومذاهب من المسيحية، ومع ذلك توحدوا. ما علينيش، الشمال هذا يبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومانيش باش نذكرهم الكل، تنجموا تترجموا للبي دي اف وللتصاور وللدرس الموجود في الموقع متاعي، طبعا في وصف الفيديو تحت الفيديو نحط لكم الروابط المهمة. رافق التوسع المجالي للاتحاد هذا تأسيس وبعث مجموعة من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والرقابية، كما البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية، البنك الأوروبي، والمحكمة الأوروبية، وبرشا هيئات استشارية أخرى. مكاسب هامة، لكن ما تخلوش من بعض الحدود والنقاص. أكسبت معناها عمليات التوسع هذه المتعاقبة متاع الاتحاد جملة من عوامل القوة. على المستوى البشري، النمو الوزن السكاني اللي كان 447 مليون نسمة سنة 2020، معناها توسع السوق الاستهلاكي وكبرى، وقدرات بشرية هامة، ما ننسوش على بين قوسين المهاجرين. اقتصاديا، ارتفاع قيمة الناتج الداخلي الخام اللي يوصل 13 مليار، أكثر من 13 ألف مليار يورو عام 2019، أكثر يعني من خمس الناتج الداخلي الخام العالمي، معناها خمس الناتج الداخلي العالمي بيد أوروبا. بالنسبة للمجال السياحة، الزيادة طبعا في المساحة الجملية للاتحاد اللي وصلت 4.2 مليون كيلومتر مربع، وخاصة المساحات الزراعية والأراضي الخصبة اللي وصلت أكثر من 160 مليون هكتار. طبعا هذه معناها يحيينا أن نستنتجوا تنامي الثروات الطبيعية وتنوع المناخات، امتداد المجال الساحلي، وتدعم الانفتاح على الخارج، معناها قوة فلاحية وقوة صناعية وقوة تجارية كبيرة عندها وزن في العالم. لكن البناء الوحدة هذه الأوروبية يواجه بعض الصعوبات، والأهمها التباينات الهيكلية في البنية الاقتصادية، معناها فما دول قوية ودول ضعيفة. القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد هي ألمانيا وإيطاليا، ما فيش فرنسا، علاش؟ خاطر فرنسا مضاربة، وإسبانيا بأكثر من 3/5 الناتج الداخلي الخام الأوروبي. وتتفاوت كذلك مستوى عيش السكان، معناها مثلا الدخل الفردي في دولة لوكسمبورغ قرابة 79,000 يورو مقابل 15,500 يورو في بلغاريا هذا عام 2018. معناها مستوى العيش ماهوش كما أوروبا الغربية، كما أوروبا الشرقية في وسط الاتحاد. بين البلدان هذه كما قلنا الأعضاء، خاصة بين أقطار كما قلنا أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، اللي تعاني معناها تأخر وتدهور اقتصادي يحد من قدرتها على الاندماج بقوة في الاتحاد. كلفة بعضها معناها لتأهيل هذه البلدان، وهو الشيء اللي خلى الرأي العام انه يشك في جدوى التوسعات الأخيرة. قرار المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، منسوش اللي معناها بريطانيا عندها وزن اقتصادي، وهي كانت من الدول المؤسسة للاتحاد. سنة 2020 قررت معناها بالخروج، والانعكاسات متاعو والنتائج متاعو كانت سلبية على الاتحاد. السياسات الأوروبية المشتركة هم أربع سياسات: السياسة الفلاحية، سياسة التنمية الإقليمية، السياسة النقدية المشتركة، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. الخصائص والأهداف: السياسة الفلاحية المشتركة تعتبر من أكثر السياسات المشتركة اللي جسدت البناء الأوروبي المشترك، وتمثلت في مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمالية وشوية تشريعات اللي أقرتها المجموعة الاقتصادية الأوروبية هذه عام 62،
باش انهضوا ويطوروا القطاع الفلاحي، اللي معناها خذت النصيب الاكبر من ميزانيه الاتحاد عام 2020، قدروها بقيمه 55 مليار يورو، اي يعني حوالي 37% من اجمالي الميزانيه عام 2018. مثل معناها الدعم المباشر للفلاحين 70% طبعا من الميزانيه هذه، والهدف بتاعها باش يحققوا الاكتفاء الذاتي الغذائي وضمان التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الفلاحيه وضمان استقرار ومستوى عيش لائق للفلاحين. الوسائل معناها والاليات اللي عملوها في السياسه الفلاحيه هذه، انهم عملوا الصندوق الاوروبي للتوجيه والضمان الفلاحي كممول رئيسي للسياسه هذه من عام 62 للتو، توجيه النشاط الفلاحي طبعا وضمان الانتاج. معناها توجيه النشاط الفلاحي معناها يوجهوه باش ينتج معناها منتوجات تحقق الاكتفاء الذاتي، وضمان الانتاج طبعا كما قلنا، والمساعدات المباشرة والغير مباشرة للفلاحين. الحصيلة متاع السياسة هذه وسلبياتها، تركيز معناها نمط متاع انتاج يتسم معناها ارتفاع المردود ينتجوا برشا، انتاج ضخم يحظى بمكانة علنية هامة، حقق الاكتفاء الذاتي وامتلك معناها طاقة تصديرية ويبيعوا المنتجات نتاعهم ويروجوا فيها لبرا، مكنت معناها من امتلاك السلاح الأخضر، ومستوى العيش نتاع الفلاحين تحسن. السلبيات منها تضخم فوائض الانتاج، انا لما برشا انتاج لكن عنده مشاكل في الخزن والترويج، الفلاحة مكلفة، سياسة الدعم طبعا لما دول عارف سياسة الدعم هذه، وخاطر استفادت منها الاخطار والدول القوية، وطبعا ما ننسوش المشاكل البيئية تلوث البحر والهواء والتربة وغيره. السياسة تاع التنمية الإقليمية شو هي خصائص والأهداف نتاعها؟ تعملت عام 57 وتهدف باش تحقق التنمية بين الدول، باش يقلصوا الفوارق والنمو بين الأقاليم. طبعا قدرة مع الاعتمادات هذه المخصصة لهذه السياسة هذه عام 2018 ب 47 مليار يورو، يعني حوالي ثلث ميزانية الاتحاد. الوسائل والآليات اللي اعتمدوها هنا اللي هي مثل في الصناديق الهيكلية، الصندوق الأوروبي للاستثمار، البنك الأوروبي للاستثمار، الهيكلية هيكل معناها مؤسسة ولا شركة، وتستفيد معها من برامج المبادرات المشتركة ومتدخل البنك الأوروبي والصندوق الأوروبي للاستثمار مع الدول هذه، والتضامن بين الدول الغنية كما نقول أوروبا الغربية مع الدول الأقل غناء منها في أوروبا الشرقية، ويحاولوا أن يعاونوهم ويدفعوا الاستثمار. الإيجابيات والسلبيات بتاع السياسة هذه، من إيجابياتها أن قلصت الهوة بين الأقطار والأقاليم، معناها نقص الشيء بيناتهم، وتنمية الموارد البشرية وتطويرها، معناها الناس تقرأ برشا وتتعلم وتعمل في تكوين وكل شيء، والبنية التحتية طبعا تحسنت بصفة كبيرة ياسر. وفرض معناها التوسع الخامس للاتحاد طبعا تحديات جديدة. علاش؟ خاطر ضعف التفاوت في الثروه بين الاقاليم وبين الدول مرتين، وتفاقم الفقر 55 مليون اوروبي فقير معنا في اوروبا الشرقيه. الاستراتيجيه الجديده للتنميه الاقليميه بين 2007 و 2013 وفق 3 اهداف، التقارب بين الاقاليم، نقص حده التفاوت ما بيناتهم، يتنافسوا بيناتهم طبعا، والتعاون الإقليمي بين أقاليم ودول الاتحاد. السياسة الثالثة هي السياسة النقدية المشتركة.
الخصائص والأهداف طبعا إنهم باش يستكملوا بناء السوق الداخلية الموحدة، يشجعوا المبادرات التجارية الداخلية، وتيسير وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية طبعا، باش تحقق الاقتصاد والاستقرار النقدي وتعزيز القوة المالية للاتحاد في العالم. الوسائل والأدوات اللي اعتمدوها في السياسة هذه هو إنهم عملوا البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت مدينة ألمانية هي عام 98، وتعملت العملة الأوروبية الموحدة منذ جانفي 2002، ومن هنا تبعث المجال النقدي الأوروبي اليورو. الحصيلة طبعا إيجابيات وسلبيات. من إيجابياتها حقق التقارب ورفعت من درجة الاندماج الاقتصادي بين البلدان ومنطقة اليورو، وتعزيز النفوذ العالمي النقدي والمالي للاتحاد كما البورصات ومكانة اليورو طبعا والاستثمار وغيره. من سلبياتها عدم انخراط 8 أقدار في العملة الأوروبية الموحدة، هو الشيء اللي تسبب في تعطيل تحقيق الاندماج الأوروبي الكامل، يعني 19 دولة برك عملتها اليورو من أصل 27. السياسة الأخيرة هي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، تعاملت معناها في معاهدة ماستريخت عام 92. ماستريخت هي مدينة هولندية، وضعت سياسة معناها خارجية وأمنية مشتركة تتضمن معناها السياسة الأوروبية الدفاعية للأمن والمحافظة على سلامة الدول الأعضاء واستقلالها، وإنهم يضمنوا دور دولي يحفظ المصالح الأوروبية في العالم. الوسائل والأليات اللي اعتمدوها في السياسة هذه إنهم عينوا ممثل ثاني للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وكونوا جهاز عسكري اللي يهتم معناها بالقضايا ذات الصبغة العسكري. الحصيلة طبعا إيجابيات وسلبيات. من إيجابياتها ضمان حضور سياسي متفاوت التأثير في القضايا الدولية، وحضور عسكري محدود برشا، وتدايم المواقف من بعض القضايا الدولية كما صاير في طبعا في مثلا في فلسطين. هذه خريطة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو عام 2020، طبعا خريطة موجودة بوضوح في الموقع متاعي. كاستنتاج بسيط، رغم النقائص يسرق منها عمليات البناء والتوسع التدريجي هذه والسياسات المشتركة للاندماج الأوروبي، وبرز الاتحاد معناها كقطب اقتصادي ينافس أمريكا واليابان. لونستر ثاني طبعا الثروة البشرية المساعدة والعامة على اكتساب القوة اللي هي الدعاء البشرية في الجزء الثاني طبعا من هذه السلسلة بتاع الاتحاد الأوروبي 4 فيديوهات.